مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قام الجيش الوطني صباح اليوم بقصف مرتفعات جبال ورغة في الكاف بواسطة الطيران الحربي ثم بالمدفعية الثقيلة، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني المقدم بالحسن الوسلاتي. المصدر ذاته أكد أن وحدات عسكرية برية ودوريات جوية بواسطة الطائرات العمودية قامت بعد عملية القصف بتمشيط المنطقة في إطار تعقب المجموعات الإرهابية المتحصنة في المكان. صادق مجلس إدارة البنك العالمي مساء أمس على تمكين تونس من الجزء الأخير من برنامج الدعم المالي لمساندة الانتقال الاقتصادي بقيمة 500 مليون دولار، أي ما يعادل 985 مليون و600 ألف دينار، لمواصلة التقدم في برنامج الإصلاحات الجارية. منح البنك العالمي اليوم تونس قرضا بقيمة 178 مليون أورو فاصل سبعة، أي 393 مليون دينار، وهبة بقيمة 909 ألاف دولار، أي مليون دينار فاصل 781، لتوسيع ثلاث طرقات وتحسين التصرف في شبكة الطرقات. وسيخصص القرض لتمويل أشغال تحسين نحو 146 كيلومترا من الطرقات الوطنية والجهوية، كما سيمكن القرض من دفع الاستثمار وخلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة في هذه المناطق وفك العزلة عنها. هاجمت عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا قوات تحرس أحد الموانئ النفطية الرئيسية في ليبيا، كما حاولوا تفجير سيارة ملغومة في تصعيد لحملتهم في البلاد. ووفق مصدر أمني فإن الهجوم أسفر عن مقتل أحد الحراس وإصابة اثنين آخرين بجروح، وكان الجيش الليبي قد أكد مقتل أحد أفراده وأربعة من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في هجوم شنه التنظيم على مرفأ السدرة النفطي. وأكد المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية أن عناصر الجيش اشتبكت مع أفراد التنظيم وقتلت منهم أربعة أفراد قبل أن يحاولوا تفجير سيارة مفخخة في تلك النقطة. أعلن مساعد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليوم أن الرئيس الفرنسي أجرى محادثات وصفها بالمعمقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن سوريا من أجل تضييق هوة الخلاف بين الطرفين. الاجتماع الذي استمر ساعة وربع الساعة وجرى قبل اجتماع انضم أولاند وبوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس أوكرانيا لم تنتج عنه أي معلومات عن مدى توحيده للمواقف حول الملف السوري. في أحد المعاهد التعليمية في ولاية أوريغون الأمريكية قتل مسلح تسعة أشخاص وأصاب سبعة آخرين بجروح قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص. وفيما لم تعلن السلطات عن هوية المسلح ولا عن دوافع عملية القتل، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن مثل هذه الحوادث يجب أن تدفع الأمريكيين إلى مطالبة المسؤولين المنتخبين بالمزيد من السيطرة على الأسلحة النارية. تفاصيل هذه الأخبار وغيرها تأتيكم خلال نشرة الثامنة. إلى اللقاء.